مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في جولة الأخبار المصرية، ونخصص هذه الفقرة لتلقي الاتصالات الهاتفية والمقترحات من وجهة نظركم، وما هي أهم الأخبار من وجهة نظركم اليوم. مشاهدينا الكرام، نتلقى الاتصالات وما هو أهم خبر من وجهة نظركم اليوم. فيما يخص مسألة رفع التعريفة على المياه، كان معي يعني قبل هذا الفاصل اتصال مع رئيس الشركة القابضة للمياه، والذي نفى بشكل قاطع أن يكون هناك ارتفاع في أسعار تعريفة المياه، ولكنه أكد أنه سيكون هناك دراسات وهناك بالفعل اتجاه من جانب الوزارة لرفع تعريفة المياه، ولكن فقط للمصانع ولبعض المناطق الراقية. مشاهدينا الكرام، أتواصل معكم خلال هذه الفقرة ونتلقى الاتصالات. معي أول اتصال هاتفي، معي أستاذ يونس من الجيزة. تفضل أستاذ يونس. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بس عايز أسأل حاجة بس. تفضل أستاذ يونس. دلوقتي تمام؟ الصرف الصحي فيها مكان مصانع والجيزة تقع، إيه الحل؟ أنا الصوت غير واضح بالنسبة لي، يعني عفوا أستاذ يونس، رجاء يعني هل تعيد ما ذكرته؟ أنا ساكن في منطقة اسمها عزبة الموصي. نعم. تمام؟ نعم. الصرف الصحي فيها بايظ. نعم. عايزين حل، يعني شوف لنا حد في الصرف الصحي حد يرد علينا. طب في جميع الأحوال يعني الرسالة وصلت يا أستاذ يونس، وربما يكون هناك من يستمع يعني إلى مثل هذه الشكوى. في جميع الأحوال شكرا جزيلا لك. أنا معي أستاذ يونس من الجيزة، معي أيضا أستاذ عثمان فوزي من أسيوط. تفضل أستاذ عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام. ما هي أهم الأخبار اليوم من وجهة نظرك أستاذ عثمان؟ عن العاملين بالمساجد حضرتك. نعم، أنا لي تظلم للسيد وزير الأوقاف. أنا لي تظلم للسيد. تفضل أستاذ عثمان. أستاذ عثمان رجاء اخفض صوت التلفاز واسمعني عبر الهاتف. ماشي حاضر. ونحن أيضا نخصص هذه الفقرة لمعرفة يعني أهم الأخبار من وجهة نظرك اليوم. والله احنا لدينا تظلم للسيد وزير الأوقاف، احنا عمال بالمساجد وحاصلين على مؤهلات تعيين 2008، وعلما بأن صدر قرار تسويه بعض العاملين تعيين 2011، لذلك نناسب السيد وزير الأوقاف بالعمل على حل مشكلتنا. لأننا نريد في اعتصام للحل على مشكلتنا هذا، وهي تسوية حالتنا الوظيفية نسوى في زملائنا الذين سووا، وعلما بأننا نحن تعيين 2002. نعم شكرا. تمت تسوية العمال تعيين 2010 2011، لذلك نناشد السيد وزير الأوقاف للعمل على محل مشكلتنا هذا. نعم شكرا جزيلا لك. كان معي أستاذ عثمان فوزي من أسيوط، معي أيضا أستاذ محمد رمضان من سوهاج. أستاذ محمد، ما هي أهم الأخبار من وجهة نظرك اليوم؟ ألو؟ نعم تفضل. ألو؟ نعم تفضل. ألو؟ نعم أستاذ محمد تفضل. والله حضرتك أنا من أحد الباعة الجايلين بمحافظة سوهاج. ألو؟ نعم تفضل. إحنا متضررين حضرتك من الشرطة. لماذا؟ ألو؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. شكرا جزيلا لك. كان معي أستاذ محمد رمضان من سوهاج، معي أستاذة أميرة سالم من القليوبية. تفضلي أستاذة أميرة. دكتورة أميرة تفضلي. عليكم السلام. لو سمحت، إحنا دفعنا فاتورة المية فعلا غالية يعني المرة دي، ولكن يعني كان معي قبل قليل المتحدث باسم الشركة القابضة، وهو نفى أن يكون هناك أي زيادات في تعريفة المياه. بس والله احنا دفعنا بالفعل، احنا دفعنا بالفعل يعني عندي في بيت زوجي وبيت اخويا. طب هل من الممكن ان تكوني يعني مخطئه يا دكتوره اميره؟ كان معي الاستاذ محيي الصرفي المتحدث الرسمي يعني باسم الشركه القابضه لمياه الشرب. دفعنا بالفعل يعني البيتين الاثنين دفعوا بالزياده، وهم قالوا في البلد يعني كله بيقول كده، كل الناس بتقول كده ان هم خلاص هياخدوا بالزياده بعد كده علشان يزودوا الدخل. طب ربما يعني كان الاستهلاك يعني استهلاك المياه لديكم يعني هذا الشهر كان اكثر، لانه بالفعل لا. يعني هناك تصريحات تؤكد ان الموضوع فقط محل دراسه.
لا والله ده حصل، وما فيش يعني ما فيش زياده في استهلاك الميه. مش معقول احنا يعني كذا بيت في البلد يستهلكوا بزياده في نفس الوقت. نعم. طيب استاذه اميره، يعني هذه شكوى ووصلت، وطبعا يعني تضارب ما بين التصريحات وما بين يعني ما تقولينه انت، ولكن في جميع الاحوال سانتقل الى يعني الموضوع الذي نتحدث فيه. هل هناك يعني خبر مهم من وجهه نظرك اليوم؟ ما هو اهم خبر؟ يكون الشركه اللي عندنا اللي تابعنا احنا يعني بتضحك علينا مثلا ولا ايه بقى؟ انا لا ادري يعني اين الخطا، ولكن في جميع الاحوال شكرا. عايزين نعرف الحقيقه برضه بس عشان الناس تطمن يعني. شكرا جزيلا لك. كانت معي دكتوره اميره سالم من القليوبيه. معي اتصال اخر. مشاهدينا الكرام، اتواصل معكم في جوله الاخبار، نخصص هذه الفقره لتلقي الاتصالات وكيف تنظرون الى اخبار اليوم، ما هو اهم خبر من وجهه نظركم. لعل الابرز في جوله الاخبار اليوم هو يعني النفي من جانب الاستاذ محيي السرفي المتحدث الرسمي باسم الشركه القابضه لمياه الشرب ان هناك اي زيادات في تعريفه المياه. ولكن على الجانب الاخر كانت هناك يعني متصله اخيره الدكتوره اميره والتي اكدت ان هناك زياده في فاتوره المياه هذا الشهر. مشاهدينا الكرام، سعدنا بلقاكم في جوله الاخبار المصريه، فاصل قصير ونلقاكم عند راس الساعه وموجز لابرز واخر الاخبار، ثم اعود والتقي بكم في قضيه اليوم والتي نخصصها اليوم حول البنزين ونقص البنزين والسولار في الشارع المصري. تبقوا معنا.